تعايشت مع بعض عن البعض في دارفور في سلطنة منذ 1500 حتى 1916، وصار تزاوج واندماج. فجبهة نهضة دارفور هي كانت حركة إقليمية مش حركة عنصرية، وجمعت كل مثقفي دارفور من أصول عربية من أصول غير عربية، على أساس أن إقليم دارفور كان من أكثر الأقاليم تخلفا. والحقيقة أنه يعني عندما بدأ التعليم في بقية السودان وحتى أسست كلية غردون، لم تؤسس في دارفور مدرسة وسطى إلا بعد 1945، وبالتالي كنا نحن من الرعيل الأول من الذين تعلموا من أبناء دارفور. فشعرنا بأنه هناك في دارفور تخلف يعني أكثر من أي مكان في السودان، وأن الحكومات المركزية اللي جات سواء كانت عسكرية أو مدنية ما فيش كان أي تمثيل في الحكم لأي شخص من دارفور أو حتى من الأقاليم. طيب أستاذ دريج، أنت دخلت بجبهة نهضة دارفور هي سندتك في انتخابات 65، ليه تحولت لحزب الأمة؟ ليه ما مشيت بمستمر يعني للاستمرار بهذه الجبهة؟ نعم، الحقيقة جبهة نهضة دارفور كانت بتدعو دعوة لم تقبلها حزب الأمة، أن حزب الأمة كانت تعتمد على دارفور وكردفان غرب السودان في سندها الشعبي. فكونه تظهر تنظيمات في غرب السودان غير منتمية لحزب الأمة كان في خطورة على حزب الأمة. فحزب الأمة عادت هذه الجبهة منذ بدايتها، ولكن عندما فزت عام 65 كنائب مستقل وأيضا نائب مستقل، لأنه برضو أنا بدأت العمل السياسي على أساس وبالتأكيد بدعم من الجبهة بالتأكيد الفوز ده. أنا بدأت العمل السياسي على أساس فكري مش على أساس عاطفي أو على أساس تقليدي كشخص متعلم. لكن في الفترة دي أستاذ دريج كان عندك أي تعاطف مع حزب الأمة؟ لا خالص. يعني ولا في فترة الدراسة في بريطانيا؟ لا. ولا لا. ما كانت أفكاره أو رؤيته بتستميلك يعني؟ لا، إحنا في جامعة الخرطوم كطلاب كان عندنا تكتلات، عندنا الأخوان المسلمين، عندنا الشيوعيين، وعندنا المستقلين. أنا كنت من المستقلين. بعد الفوز نهضة دارفور دعت لاجتماع في كبير جدا في الفاشر، اجتمع يعني هذا الاجتماع افتتحه محافظ دارفور كان عثمان حسين ذاك الزمن، على أساس ودعونا كل نواب دارفور المنتمين للأحزاب كنهضة دارفور، أن نهضة دارفور هي ليست حركة سياسية حزبية إنما حركة مثقفين تحاول أن يعني تبرز قضايا دارفور. ورأينا أنه لا بد من أن نخاطب نوابنا اللي رايحين البرلمان بأنهم رايحين للبرلمان عشان ما يمثلوا دوائرهم الانتخابية، وأنه أن يعرضوا مشاكل دوائرهم الانتخابية. وعملنا دراسات للمشاكل الموجودة، مشاكل المياه، مشاكل التعليم، مشاكل الصحة، على أساس أنه هذه هي الدراسات اللي ممكن تستعينوا بها في البرلمان. في نفس المؤتمر نواب دارفور من الحزبين الكبيرين حزب الأمة والاتحاد الحزب الوطني الاتحادي أصدروا قرار أنه أحمد دريج بحكم أنه من أوائل أو أول خريج جامعي ينضم للأحزاب ويدخل البرلمان لن يكون يعني لن يستفاد منه إذا دخل كنائب مستقل، لا بد من الانضمام لأحد الأحزاب. طيب مش وصاية مبكرة جدا في العمل السياسي من أهل دارفور، ونحن أساسا بدأنا من أجلهم. فقالوا أنه أكبر حزب يعتمد على دارفور هو حزب الأمة، فنحن ندعو أحمد إبراهيم دريج إذا أراد أن يخدمنا أن ينضم لحزب الأمة. وحتى النواب ده بيان من النواب من المؤتمر الفاشر. نعم. وعلى هذا الأساس طبعا أصله إذا إحنا جينا نخدم دارفور وهذا هو رأي أهل دارفور لابد أن ننصح لهذا الرأي وينضم. لكن ما كنت مقتنع؟ ما مثلا مقتنع، مسألة أنه يعني كان عندي الفرصة حتى لو دخلت حزب الأمة أن أدلي برأيي في حرية، وأن أحاول جهد ما عندي أنه يعني ألعب دور في تسيير سياسة الحزب. طيب أنت بعد ما انضميت لحزب الأمة تقييمك للمرحلة دي، حزب الأمة اللي استفاد منك ولا أنت استفدت وجودك في حزب الأمة لخدمة قضايا منطقتك؟ الاثنين
لانه احنا في حزب الامه يعني انا لما دخلت حزب الامه من الاشياء اللي 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 اللي, اللي, اللي فرضتها انه حزب الامه اذا اراد ان يكون حزب قومي لابد ان يكون خطابه السياسي موجه لكل السودانيين مش لقطاع معين من السودانيين اللي هم الانصار. لانه هناك كان في خلط بين الانصار ككيان ديني وكحزب الامه كحزب سياسي. فكنت ارى ان الحزب السياسي جاء من اجل الحكم وسيحكم كل السودانيين على اختلاف اقاليمهم، على اختلاف دياناتهم، على اختلاف اعراقهم. وبالتالي هذا الحزب ليكون حزبا قوميا لابد ان يخاطب الناس في الاشياء التي يشتركون فيها جميعا. اللي هي مسألة الحكم، مسألة الأمن، مسألة الاستقرار، مسألة التعليم، مسألة الصحة، هذه الأشياء، مسألة التنمية. ولكن مشكلة إذا كان الدين هو العنصر الأساسي فهذا عنصر يفرق بين الآخرين. وكنت أرى فعلا أنه أحزابنا الكبيرة الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة العيوب اللي فيها كانت بتخلط ما بين ما هو ديني وما هو سياسي. وبالتالي طبعا حزب الامه حزب ديني. أيوة. وانت من الناس اللي الناس بيعتقدوك يعني عندك مؤمن بالعلمانيه، هل انا صحيح او هل هم صحيحين في الكلام ده؟ كلمه العلمانيه هذه هي كلمه جديده طرحت لنوع من التخويف، انه يعني كانه العلماني هو كافر. لكن العلمانيه معناها انه انا برى انه وجود أو استعمال الدين في السياسة بيفسد الاثنين، بيفسد الدين وبيفسد السياسة. والعمل السياسي والحكم شيء والدين شيء، الدين لله أما الوطن فللجميع. بس حزب الأمة أنت لما انضميت به وهو حزب يعني مرتكز على طائفة الأنصار هي طائفة دينية. نعم كنت أعلم هذا وعشان كده يعني لو تكلمت كلام زي ده أهلك كان قاموا فيك زاد. لا أبدا أبدا. أنا بالمناسبة أنا يعني الدائرة اللي جيت منها كان دائرة ابن عمي وزعيم العشيرة، وأنا تنازلت من زعامة العشيرة لأنه أنا أصبحت زعيم عشيرة بعد وفاة والدي وأنا عمري 11 سنة. ففضلت أني أتعلم وتنازلت لابن عمي، فكان نائب في أول برلمان منذ 53 إلى حكومة عبود، وكان اتحاديا ديمقراطيا. شفت العجيبة إزاي؟ وأنا حزب أمة بناء على طلب من النواب، يعني انت اصلا من النواب دارفور. نعم. وفي داخل حزب الامه احنا اللي قمنا بالحركه انه بقدر الامكان نفصل ما بين العنصر الديني والعنصر السياسي في الحزب، مما قاد الى انشقاق حزب الامه. ان حزب الامه ظهر فيه انشقاق، احنا حبينا نفصل ما بين الدين والسياسي. بس استاذ دريج، نعم. علمانيه عند غالبيه افراد الشعب السوداني هم الناس اللي ما دايرين حكم شريعه اسلاميه. بس هذا غير صحيح. هذا يعني الذين في السلطه لانه يعني بيخلطوا الدين بالسياسه يريدون ان يصفوا كل من هو يعني من غير مذهبهم بانه هو علماني. هذا هو السبب فقط. طيب استاذ دريج، خلينا في 68 كويس. انت بقيت زعيم معارضه وفجاه جات مايو، نعم، لخبطت كل الكيمان، نعم. نسفت الديمقراطيه. السيد دريد قعد شوية بعد شوية مشى شاف مصالحه، نعم. وسافر الأمارات، نعم. شاف، نعم. التجارة والقروش، نعم. لا هذه لا خلفية، يعني بعد ما شقينا حزب الأمة وأنا أصبحت زي المعارضة رحنا الانتخابات. في الانتخابات اللي أنا فزت فيها حزب الأمة فقد دوائر كثيرة للاتحادين نتيجة الانشقاق. فالأنصار في دارفور طلبوا مني أحمد إبراهيم دريج أنه لما تروح الخرطوم هذه أمانة في عنقك، لابد أن توحد أسرة المهدي، لأن الخلاف في أسرة المهدي بين السيد الهادي والسيد الإمام الهادي وصل مرحلة حتى أفراد أسرتهم ما كان في بينهم يعني تفاهم. يعني ما عندي شيء غير أنه أرجع أخاطب الدائرة اللي يجيب منها على أساس أني أنا غير مقتنع بهذا المسلك السياسي والبرلماني، وبالتالي أنا يعني أريد أن أقدم استقالتي حتى من البرلمان، لانه ده مش وضعي يعني يودي البلد لقدام. انا في دارفور 25 مايو قامت موضوع النميري. ما حاول يتصلوا بك ناس، نعم. النميري؟ نعم. لما حاول يتصلوا بك في الفتره، نعم. دي اول بعثه من ثوار مايو طلعت جات دارفور وكان فيها مامون عود زيت وهاشم العطا، وضربوا تليفون انه دريج ينتظرنا في نياره. انا كنت ماشي زالنجي لانه اهلي في زالنجي،
قلت كويس طبعا اوامر من الشرطه ومن الامن. انتظرت لما جو قابلتهم في بيت نائب القائد فضل الله حمات الساعه 6 صباحا. قالوا لي والله احنا طبعا ما عندنا اي مأخذ عليك، انت كنت زعيم معارضه وكان كلامك في البرلمان يعني كلام نزيه، وبالتالي بيفتكر انه امثالك مفروض يتعاونوا معنا في الثوره. والرئيس نميري قال بيعرفك شخصيا من حنتوب ويريد مقابلتك لما ترجع. فقلت لهم والله انا اشكركم جزيل الشكر، انا يعني مش سياسي محترف، انما جيت عشان اخدم اهلي واخدم الوطن، لكن بالوضع اللي انا كنت فيه ما اقدرش يعني اعمل شيء، وما عندي ابدا اي يعني شعور عدائي نحوكم، لانه الوضع اللي كان موجود انا نفسي ما مقتنع به، لكن بس انا بفتكر انه يعني في خطابكم السياسي في نبره شيوعيه، وبالنسبه للشعب السوداني هذه النبره غير مطلوبه. فانتوا اذا كان جيتوا بثوره وعايزين تعملوا اصلاح ما تسيبوش مشاعر الناس، قولوا احنا جينا وكان في سوء حكم وهذا صحيح اردنا الاصلاح. قال علي حال احنا يعني سياستنا احنا عارفينها، بس انت من هنا تمشي للنمير. قلت لهم طيب انا وصلت هنا ووقفوني ناس الامن، فانا والدتي واهلي في زالينجي عاوز امشي لهم. قال لا انت حر تمشي مكان ما عجبك في السودان. فكلموا ناس الامن ورحت. لا بقى لما جيت راجع قعدت سنه عشان ما اقابل النمير ما قدرتش. يعني هم بالرغم انه قال لك تقابله ما لقيت، حاولت تقابله لكن ما لقيت فرصه تقابله. لانه في مايو كان في تيارين، في تيار القوميين العرب وتيار الشيوعيين. الشيوعيين كانوا بيعتبروا انه احمد دريج ما دام كان حزب الامه ما نهى رجعي، وحاولوا بقدر الامكان يعرقلوا الاجتماع مع النميري، الى ان مره قابلت سعد بحر رحمه الله عليه. ايوه فقلت له يا اخي انا جيت هنا واخروني سنه كامله عشان اقابل النميري وما قادرش اعمل موعد. هو طبعا كان قائد المدرعات وكان مقرب، عمل لي موعد. لما قابلت النميري لقيت ملوله وراسه كمان. لقيت هو ذاته ما هو موجود هو ذاته. فيعني اتكلم معي كلام انه ايه الشركات اللي عملتوها دي انت وعز الدين السيد وايه مش عارف. قلت له شركات ايه، انا في السودان ما عنديش ولا بيت ولا شركه. فبعد شويه قال لي يا اخي انت كنت كويس واحنا محتاجين لحد في التخطيط. انا كنت مستشار في التخطيط قبل ما اجي السياسه، ودلوقتي عاوزين انك ترجع التخطيط. كان في عبد الكريم مرغني وغريب الله احمد حامد كان هو الوكيل. فقلت لهم كويس. رحت يعني عرضوا لي عرض ما كان مقبول فرفضت. بعد شويه جاني عرضين، عرض من صندوق النقد الدولي وعرض من 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 الخليج، على اساس انه في يعني محاوله لدمج الامارات المتصالحه في دوله. وبحكم تجربتي في البرلمان السوداني اللي كان جمعيه تاسيسيه بضع دستور للسودان، انه يستفاد من هذه الخبره، ومستشار لحاكم اماره ام القوين. فقبلت ورحت واشتغلت كمستشار للحاكم اللي هي دي في الفتره من 70 من 70. قامت انتفاضه في دارفور عندما قرر النميري انه يضع قانون جديد لحكم اقليمي، أن يخلق من الأقاليم يعني زي شبه ولايات، كل إقليم يختار واحد من أبنائه كحاكم يختاره هو في فترة انتقالية، بعدها كل إقليم يختار حاكمه بالانتخاب الحر. ففي دارفور انتخبوا الأخ الطيب المرضي كان عميد في الجيش، وكان قبل كده محافظ دارفور لمدة 7 سنوات. ففي كل السودان اختاروا حكام من ابناء الاقاليم نفسها ما عدا دارفور. فاهل دارفور شعروا انه هذا يعني نوع من التحقير لهم، انه ايش معنى كل الاقاليم يعني يدوم الحق يختاروا ابنائهم ما عدا دارفور. فقامت يعني حركات احتجاجيه تطورت الى ان ماتوا فيها ناس اصطدام. فتدخل الجيش من ابناء دارفور وهددوا قائدهم اللي كان اللي هو كمال بكري ابو حراس كان قائد القياده الغربيه. فجل النميري قال له دارفور يعني دلوقتي مشتعلة. وكان في ذلك الوقت العلاقات ما بين النميري والرئيس القذافي غير حميدة، فكان بيفتكر أنه يعني في دور ليبي في العملية.
وكانت في القضية الشادية برضو ثورة بتطورات. نعم نعم. وكان يعني القوات التشادية اللي ماشية تغير الحكومة تجي عن طريق دارفور. فوجد أنه يعني لابد من عشان ما يرضي الناس أنه يعني يطلب من الطيب المغربي السجل ويختار شخص من أبناء دارفور. ففكر في شخصي يعني أنا كنت مع مهدي حاكم الخرطوم كان اسمه مهدي مصطفى الهادي عشان أشوف قراش للشركات اللي كنت ممثلها. فلما رجعت المكتب لقيت المكتب قول له رئيس جهاز الأمن طالبك أول ما تيجي تضرب تليفون. قلت له مال افتكرت عايزينك بضوضة افتكرت برضو حيقولوا ايه التمرد ده برضو تدريج. فعملت ما خطر في ذهنك انهم عايزين يعينوا ابدا. فضربت له تليفون قال لي اخي تعالي دلوقتي. وانا ما كنت بعرفوش خالص ولا يوم جلست معه. قلت له وين مكتبك؟ قال لي في جهاز الامن. تعال رحت له. فقال لي نطلع على طول نروح للرئيس. هاي ما ليه لكن قال لي بس تركب معي. ركبنا رحنا ده عمر محمد طيب. ايوه جينا للرئيس نميري في قاعه الصداقه. فاول ما دخلت عليه سلم عليه دريج كيف حالك ومش عارف كان زميل في عنتوب ونسنا شويه. قال لي انا عندي مشكله كبيره دي ما في حد يحلني منها وانا بقدر وبحترم اهل دارفور ومنذ ان خرجت من الكليه الحربيه اول عمل لي كان في دارفور وعندي اصدقاء وكذا. وانا لما عملت الحكم الاقليمي ما تجاوزت اهل دارفور لكن كان عندي المشكله الحرب الاهليه في تشاد وطبعا دي كلها تدار من دارفور. والطيب المرضي بحكم انه كان في دارفور 7 سنوات ملم بكل هذه الاشياء بحكم انه كان عسكري برضه بيقدر بتعاون مع القوات المسلحه من الناحيه الامنيه. فعشان كده فضلت انه في دارفور اخذ شخص من هذا النوع. لكن الناس ما فيهم الكلام اساءوا فهمه انه انا اردت انه اتجاوز اهل دارفور. وانا مع تقديري لهم سحبت الطيب المرضي وانا اخشى انه يعني اودي شخص ما يقدر يعمل حاجه. لكن انت معروف في دارفور ومحترم عند اهلك وعارف انك رجل نزيه ارجوك انه تمشي عشان ما يعني تبقى حاكم في دارفور. فقلت له والله انا جاي ومستثمر جديد في السودان ومبالغ كبيره ما اقدرش لانه حيضرني. لكن ما دام انت عملت العمليه دي وكل السودان راضي احنا نجتمع كمثقفين دارفور ونختار لك حد. توليت الموقف. توليت المنصب بعد 83 83 لا 81 81 نعم 81 نعم 82 المفروض يكون في انتخابات. انا رفضت اترشح فبقى جاني وفود من كل دارفور ومن الخرطوم انه لازم تكمل المشوار ولازم تترشح. في اخر لحظه برضه انصحت وترشحت سنه 63 93 83 83 نعم بدأت بوادر المجاعة في دارفور. نعم. اللي خروجك اللي خرجت بعد اللي ظهرت بعد خروجي بشوية. فأنا كنت كحاكم دارفور. طيب قبل المجاعة هل كنت أنت لاقي سلطة ولا كنت لافت ساكت؟ يعني بعض النظم بتجيب بعض الشخصيات تستفيد منها. هل كنت حاكم فعلي ولا حاكم صوري؟ كنت فعلي وده دخلني في 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 متاهات مع الاتحاد الاشتراكي. لانه انا اشترطت على النميري انه انا بعتبر انه الاتحاد الاشتراكي غير فاعل. لانه لو كان فاعل كان نبهك في الحقيقه دي. ولما ثاروا اهل دارفور كان الاتحاد الاشتراكي المفروض يهديهم اذا كان عنده علاقه مع الناس. وما دام ما عندوش علاقه انا لو رحت هناك لازم اتصرف حسب معرفتي لدارفور. ما بيرتبط بالاتحاد الاشتراكي. قال لي تفضل. لكن كحاكم مش كان المفروض تكون برضك رئيس للتنظيم؟ كان انا امين عام الاتحاد الاشتراكي. آه نعم نعم. لكن اديره بالطريقه البراءه انا. وقلت له برضو انا تتركني اختار الوزراء اللي عاوزهم انا ما تفرجش علي وزير. وده تم؟ قال لي نعم. وحتى من الوزراء اللي اخترتهم وكان معترض عليهم المرحوم مامون محمدي. نعم. وعلي الحاج. نعم نعم. قال دول انا مش عاوزهم لانه علي الحاج كان مع ترابي ده قبل ما وكان بعرقلي في 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 دارفور. ولما انا عملت محافظ مثلا فضل الله بوما فضل الله حماد قال ده مش من دارفور وكان هو المحرض للمظاهرات بتاع دارفور ما عاوزه. قلت له لا انا جبته وانت وعدتني انه انا اجيبه لانه انا عندي موازنات وانا بعرف كل شيء. قال لي خلاص قبل. مامون محمدي برضه قال عنه لكن قلت له انا اصريت عليه تركه. فكنت يعني فتركني فعلا اعمل اللي عاوز. لكن في النهايه
اصطدمت بالاتحاد الاشتراكي، ابتدوا يشتكوني على اساس انه ده ما ملتزم بالاتحاد الاشتراكي ومش عارفه، وقدروا يعني ياثروا على النميري وياثروا على الاخرين، فاصبحت يعني زي اود مان اوت، يعني غير مرغوب فيه. غير مرغوب فيه، لكن ما هماني لانه كنت بيعمل اللي عاوزه. بس لما جاءت المجاعه طلبت من النميري بتقارير، وانا كنت بطوف في الاقاليم عشان اشوف ايه اللي حاصل، وكان الجو يعني في ناس ميتين تحت الشجر وفي ناس حيوانات ميته، فقلت للنميري انه هذه المجاعه كبيره، ومن القراءات اللي الواحد بيقراها في الصحف العالميه انه هذه المجاعه شامله من الاطلسي هناك على من السنغال ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان واثيوبيا واريتريا لغايه الصومال، ده بسموه ساحل البلد، هذا كله كان حيعم المجاعه. فانا قلت انه انذار مبكر نحن نجهز قبل ما يظهر تظهر المجاعه، فطلبت ميزانيه خاصه وطلبت انه تعلن حاله مجاعه للمجتمع الدولي عشان تجينا معونات. رفض. منطق شنو في الرفض؟ انه السودان سلط غذاء العالم، مش ممكن يقول انه في مجاعه؟ الكلام ده في نقاش مباشر بينك وبينه؟ في نقاش مباشر في مجلس الوزراء، وقال لي انا دي ثورتي وانا عملتها، مش عاوز الناس يقولوا له انا اعمل ايه؟ تمشي تشوف شغلك. قلت له لا انا مش عاوز اشوف شغلي، انا اول شيء ثورتك فعلا، وانا منذ ان قامت هذه الثوره لم اكن عضو في الاتحاد الاشتراكي قبل كده، وانت لما قامت لك مشكله في دارفور انت اللي طلبت مني احل لك المشكله، وما دام مش عاوز تحل مشاكل دارفور انا كمان مش مستعد اشتغل. فزعل شال اوراقه وطلع اثناء اجتماع مجلس الوزراء. كل الوزراء موجودين والحكام، انا شلت اوراقي ورحت البيت ما توقعت اعتقلوك. نفس الليله جيت البريتش ايرويز مسافره، قطعت تذكرتي وعندي جوازي بتاع البيزنس مان والدبلوماس بتاع الحاكم، تركت بتاع الحاكم اخذت البيزنس مان وطلعت من السويس. الطلعه الليله. طيب ليه السيد دريج انت نظام مايو صادر جمد ممتلكاتك صادر ممتلكاتك، جات انتفاضه جاء نظام ديمقراطي ثاني. نعم. انت مايو مشى بيجي زي قرن كده، مايو مشى جات الانتفاضه ما رجعت، جاء الحكم الديمقراطي ما رجعت. خلي لي الغاز ده نجيبه بعد شوي. نعم. ليه ما رجعت في الفترتين دي؟ ما رجعت لاني انا في الفتره اللي كنت موجود في بريطانيا كتبت يعني برنامج سياسي وورقه سميتها من اجل نظام جديد للحكم في السودان، وصلت لقناعه انه في السودان اللي هو ده في الانتفاضه في 85 86 ولا بس طلع مع الانتفاضه. نعم نعم، ورقه علميه على اساس أنه سابق ليها ولا تالي ليها؟ بدات قبلها. نعم. وبدات على اساس انه كشخص يعني عاش المشكله السودانيه ويعني فكريا وعمليا، وجدت انه في خلل اساسي في السودان، لو هذا الخلل ما زال السودان لن يكون فيه استقرار مع اي نوع من الحكم. والخلل هو ايه؟ انه احنا واقعنا السودان واقع مختلف من كثير من الدول، انه السودان وطن فيه ملتقى حضارات وحضارتين بالذات، حضاره عربيه اسلاميه، حضاره افريقيه زنجيه. الشعب السوداني فيهم عرب 100%، فيهم مسلمين 100%، فيهم غير عرب 100%، فيهم غير مسلمين 100%. في 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 بلد زي ده لابد ان يكون هناك تسامح ديني وتسامح عرقي واحترام لبعضنا البعض. احنا في السودان يعني رفعنا شعار عايشين به انه السودان البلد العربي المسلم، هذا فيه تجاوز لغير العربي وغير المسلم. عشان كده احزابنا السياسيه اصبحت احزاب ما عندهاش نفوذ في مناطق الجنوب بالذات، يعني شايف، والجنوبيين بيشعروا انهم ما منتمين لهذا السودان لانهم هم غير عرب وغير مسلمين. فاحنا عاوزين هويه تجمع كل السودانيين، والهويه الجامعه للسودانيين هي السودانيه. كل الناس في العالم بياخذوا هويتهم من وطنهم، المصريين من مصر، الليبيين من ليبيا، المغاربه من المغرب. طيب الفكره دي كنت هي فكره فكرت تبني عليها تنظيم؟ هل دي هي فكره التحالف اللي انت انشاته لاحقا؟ ناشئ منه، لانه الفكره اللي انا كتبتها واقترحت كمان نظام الحكم في السودان، انه النظام المركزي هذا فشل من تجربتي في الحكم الاقليمي ومن تجربه الواقع
أنه الأقاليم في الماضي يعني قبل الاستقلال الخدمات متوفرة، يعني تروح أي شفاخانة مش خلي مستشفى في القرى بتلقى كل الأدوية موجودة وكل شيء موجود زي ما في العاصمة، أي مدرسة في الأقاليم بتلقى كل شيء موجود، المعلمين موجودين. دلوقتي تمشي خارج المدن الكبيرة ما فيش، المدارس منتهية، حتى المبنية تكسرت، ما فيش إمكانات، حتى في الخرطوم بقت ما في. أنا بعزي هذا لكن ما طولت منها معليش خاص الخرطوم، فأنا عارف سمعت أنه في مباني وفي أشياء، نعم في ثروة، لكن بس اطلع من الخرطوم بتجد أنه في تدهور مش تقدم. عشان كده دلوقتي قامت حركات إقليمية وابتدت تتسلح لأنه بيشعروا أنه الحكومات دي يعني ما بتجيب لها أي شيء. وحتى جنوع من الأحزاب عملوا مؤتمر البيجة واتحاد جبار النور وتحالوا فيدرالي ودي كلها، ليه ما يكون حزبهم ولا الاتحاد الديمقراطي؟ لانه يئسوا. لكن ما بتفتكر دي انه هذه دي مش مهددات يمكن ان تنسف السودان كله؟ ايوه نعم، عشان كده انا كتبت الكلام ده. نعم. طيب الكلام ده كتبته، هل رسلت منه نسخه للحكومه الانتقاليه؟ نعم، لسوار الذهب بخطاب، جزولي دفعها لرئيس الوزراء بخطاب، للاحزاب رد الفعل كان شنو؟ ولا حاجه. ولا ردوا عليه؟ ولا ردوا عليه. لا الحقيقه كتبوا لي خطاب جزولي، كان عملوا مؤتمر الحكم المحلي والحجب الشرعي. نعم. الحكم المركزي. وطلبوا مني أقدم الورقة اللي عملتها. ما قالوا لك تعال؟ نعم. وكان في محمد عمر بشير الله يرحمه قدم ورقة. وفي دكتور بشير حامد مقدم ورقة بحكمي أستاذ بوليتيكال ساينس. هذه الورقة نوقشت وأنا قلت أنا مش جاي، لأنه ليش؟ مش عشان الورقة. لأنه الانتفاضة اللي قامت الحكومة قررت أنها بعد سنة هتجري انتخابات. أنا قلت لهم لا. في الدراسة الأولانية اللي كتبتها أنه في السودان قبل أي انتخابات لابد من حل المشكلة الأساسية اللي هي مشكلة الحرب والسلام، لأنه عشنا فيها كل الوقت، والحرب دي ذاتها هي بتستنزف كل الموارد الموجودة وهنفشل. لابد أنه يكون في إجماع قومي من غير حزبية، حكومة قومية يشترك فيها كل السودانيين عشان ما نجلس نحل مشكلة الحرب والسلام ونعيد تركيبة السياسية في النظام الحكم على أساس غير مركزي، على أساس فيدرالي أو كونفدرالي. طبعا الكلام ده ونعمل دستور جديد. نعم. الهوية السودانية فيها هي سودانية، نحن سودانيين، المسلم مسلم والمسيحي مسيحي والعربي عربي ما عربي، كلنا سودانيين ما يهمناش. ده بيجيب لنا الوحدة والانسجام. حتى بعد ده لازم يكون كمان في إصلاح سياسي، والإصلاح السياسي إيه؟ إذا عاوزين نظام ديمقراطي لازم يكون ديمقراطية حقيقية قائمة على أسس علمية، ما ديمقراطية مرغون بالطائفية اللي بتقسم السودانيين لطوائف وما يقدروش يتعدوا من طائفة لطائفة، فأصبح السودان مقسم بين حزبين وما فيش حزب يبقى حكومة وحزب معارضة عشان تشيك إيتش أذر، يجوا الحزبين الكبيرين في الحكم ويتخانقوا جوا الحكم وينسوا طيب الحياة. طيب سيد دريك. نعم. انتهينا من الانتفاضة، معناها الورقة ما حصل فيها، ما حصلت لها استجابة، جاءت لا حضر استجابة، الورقة نوقشت وقدمها بالنيابة عني واحد من ابناء دارفور اسمه عبد الله آدم خاطر. نعم. وأجيزت هذه الورقة في المؤتمر، في ورقة من محمد بن لكن ما تنفذت طبعا. الحكومة، حكومة البشير أو حكومة الترابي نفذ جزء منه اللي هو تطبيق النظام الفيدرالي. الناس بيفكروا سيد دريج مرويق زوجته أجنبية، أولادك ربنا يخليهم لك، استثماراتك في أوروبا وكذا، تجي السودان ليه؟ الناس بيقولوا هو ده كله غير صحيح، والله غير صحيح. أنا استثماراتي كلها في السودان، عشان كده زوجتي على طول في السودان مش معايا، على طول هي في السودان، أنت شفتها. نعم. وأولادي يعني رغم أن أمهم أجنبية قروا في المدارس الأولية، مشوا روضة سعدية منهم صغار. انا قلت لهم انه انتوا سودانيين ومش هتمشوا السيسترات ولا تتكلموا عربي عسى. انا طبعا شفتهم في بيتك في لندن، لكن قلت لك ماشوا من الروضه. نعم. مدرسه اوليه سودانيه، مدرسه وسطى في الخليج لانه رحت الخليج، الكبير ثانوي بداوا في 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 الخليج وكمل الثانوي في مدرسه الخرطوم الثانويه اللي في البركس. نعم. الصغير قرا في مدرسه المقرن الوسطى، ولما انا طلعت جو انجلترا. في انجلترا الكبير عمل اي ليفل ودخل الجامعه مشى امريكا، الصغير مشى مدرسه شويفات في انجلترا اللي هي مدرسه عربيه مش مدرسه انجليزيه.
كمل الثانوي وراح جامعة لندن درس في جامعة لندن. وكانوا أثناء وجودي أنا في إنجلترا لما يأخذوا إجازة رأس السنة بيرجعوا السودان مع أمهم يقعدوا في السودان عشان أصحابهم يخلوني أنا براي في أوروبا. يعني أنت الآن انتقدت ممارسات الديمقراطية اللي كنت فيها أنت واللي أنت نفذت فيها موقف يوم 23/5 مشيت أهلك واستغلتها. نعم. التجربة الديمقراطية الثانية الثالثة ديك الثانية تقييمك لها كان شنو؟ أنا مش ما راضي عنها. أنا سلفا رفضت الرجوع وقلت هذا الكلام وكنت في الصحف السودانية لزوار الدهب إذا أجريتم الانتخابات في فترة هذه السنة هيأتي الحزبين الكبيرين كلهم بمجموعته وحيعمل حكومة ائتلافية ويتخانقوا في دول الحكومة الائتلافية وتيجي حكومة عسكرية أخرى كما جاء البشير. فأنا لن أعود إذا أردت أن أشارك في السلطة إلا إذا أجلتم الانتخابات. وكونت حكومة قومية بقاعدة عريضة يشترك فيها كل السودانيين عشان ما نحل مشكلة الحرب في السودان بإجماع قومي مش بمجابهة حزبية. وقد كان وعشان كده قلت أنا مش همشي وحتشوفوا كلامي ده حقيقي. طيب كلامك حصل وحصل. طيب تقييمك شنو ل 30 يونيو 89 لما سمعت البيان الأول؟ لما سمعت البيان الأول كنت متوقع أنه حيكون في انقلاب عليها على أساس أنت على أساس الكلام ده قلته حتى لناس يعني. المشير سؤال الذهب أو الجزول أو نعم. نعم نعم. وبعد شوية اتضح أنه يعني الاتجاه عقائدي. برضو وجدت أنه برضو ما فيش فائدة لأنه بواقع السودان العقائدية ما تنفعش. لكن ده ما دكتور الحاج ذاته جبته أنت وزير زمان. أنا لما جبته ما جبته عشان النظرية أنه هو جبهجي ولا لا. أنا جبته كمان أبناء دارفور عنده كفاءة نستطيع أن نستفيد منها. لكن في مايو ما كانت فيها حساب. ما فيش حساب في مايو. شايف؟ فالعقائدية ما اتصل بك هو دكتور علي الحاج؟ لا مرة كان جاب يعني هو في الحكم ما اتصل بك؟ مرة جاء في 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 لندن وأظنه يعني وصوا هناك أنه يشوفني فضرب لي تليفون شافني تليفون مش كان عاوزني أرجع الحقيقة ما عايزك ترجع زي لأنه أصبح هو بقى زعيم دارفور الممثل لدارفور في النظام. وفي الفترة دي ما جرت أي اتصالات من الحكومة حكومة الإنغاز بك في الفترة الأولى بأي شكل من الأشكال غير الفترة الأولى إطلاقا لا الفترة الأولى لا. لكن في يعني في الفترة الأخيرة حصل اتصال مع الأخ صبرات الذي معي الفترة الأخيرة دي بجاء في آخر البرنامج لا ما حصل. ظروف الواكبة قبل انضمامك للتجمع يعني كيف فكرت انك تعمل التحالف ده؟ نعم. كيف نشأت بعدين بيقولوا التحالف ده انت بس ما معك زور كويس. انا عملت التحالف الفدرالي لاني بعد انهيار الكتلة الشيوعية قام نظام عالمي جديد. النظام العالمي الجديد وضع مؤشرات. المؤشرات هي انه في اشياء اساسية تسمى حقوق اساسية حقوق الانسان وأي تجاوز لحقوق الإنسان المجتمع الدولي من حقه التدخل. ففي السودان حكاية التفرقة الدينية وحكاية أنه يكون في حكومة دينية في السودان وتطبق الشريعة تقطع أيادي الناس وتجلدهم إذا شربوا الخمر من غير ما يراعوا دينهم هو إيه هيسبب مشكلة لأنه المسيحيين هيقوموا يشتكوا المجتمع الدولي على أساس أنه إحنا مواطنين محرومين حقوقنا الأساسية أنه ديننا بسمح لنا مثلا نشرب خمر ديننا بسمح لنا يعني في ديننا ما فيش أنه الإنسان لو ارتكب جريمة سرقة تقطع يده ممكن يمشي السجين يمكن يغرم. فإحنا بيطبقوا علينا قوانين نابعة من غير ديننا فده اضطهاد ديني وبالتالي ده قد يقود إلى تدخل.
انت انشات تنظيم التحالف. نعم. ليه ما دخلت التجمع؟ كويس. لما انشات التحالف ال 94 نعم، اللي خلاني انشئ اول شيء انه شعرت بعد ده انه السودان اللي استمرت فيه الحرب كذا سنه بعد ده الحرب دي هتنتهي، لكن هتنتهي بكارثه. ليه؟ لانه اذا احنا في السودان اصرينا بالنمط اللي كنا ماشيين فيه زمان والحرب ماشيه سواء كان في عهد ديمقراطي ولا عهد عسكري، ده كان عمل وكان ما فيش حد بيقول لنا من الخارج، كل واحد بغزه الثاني. دلوقتي المجتمع الدولي عاوز ان النزاعات لازم تنتهي، وتنتهي بايه؟ بانه الفرقاء لازم يجلسوا ويحلوا مشكلته. اذا ما قدروا المجتمع الدولي يتدخل ويجبرهم ويوقف الحرب عشان ما يوصل الاتفاق. اذا ما اتفقوا وفي طلب اي جزء انه عاوز ينفصل ينفصل. المشاهدون الكرام، تلاحظوا من السرد الطويل ده انه ضيفنا الكريم ده تنبأ باشياء كثيرة جدا حصلت، من ابرزها انفصال الجنوب، من ابرزها الحرب التي نشبت بدارفور وزيولة مستمرة حتى اليوم، والكثير من الاشياء اللي انتوا استمعتوا لها. سيد دريج، في اللقاء البثيناه ده انت قلت من سنة 83 الى يوم عملت معاك الحوار ذاك سنة 2002 انت ما رجعت، الان انت رجعت السودان. في اللقاء ده انت عددت اسباب كثيرة جدا، شنو يعني ما هي تفاصيل عودتك؟ يعني شنو خلاك في الاخر تقرر ترجع السودان؟ اول شيء اشكرك جزيل الشكر على اللقاء ده، وأحب أقول أنه أنا جيت بقلبي مفتوح عشان أساهم في حل قضايا السودان المعقدة، وزي ما تفضلت أنت أنه في أشياء أنا تنبأت بها وكانت واضحة بالنسبة لي من مجريات الأمور، على أساس أنه إذا كان الناس ما تداركوها سوف تكون العواقب وخيمة، ولكن ما تداركوها فكسرت عواقب وخيمة، منها قضية دارفور ومنها قضية الجنوب، والقضيتين لا زالت موجوده وتفاقمت. فدلوقتي احنا جينا عشان نساهم في ايجاد حلول لهذه القضايا. طيب دي انا حاجيك لها بعدين بالتفاصيل كثيره. كويس. يعني حتكلم معاك بتفاصيل كثيره جدا من خلال معايشاتك ومن خلال وجودك في الخارج والى ذلك، لكن اخيرا انت قررت تجي. نعم. كيف؟ هل جيت بمبادره شخصيه؟ الحكومه قالت لك تعال؟ شنو يعني الخلفيه؟ انا جيت بمبادره شخصيه. براي شعرت انه فعلا يعني البلد في وحشه وفي حوجه الى كل من يساهم في في في, في حل المشاكل اللي بنعاني منها البلد، اذا عنده راي وعنده فكر يساهم في هذا الموضوع. طيب جيت السودان بعد غيبة طويلة، يعني كذا كم وعشرين كذا قريب 30 سنة. نعم. شنو الحاجات اللي لفت نظرك يعني جديد لفت نظرك شنو في الحياة في البشر في كذا، بعدين نجي نشوف اللقاءات التمت. والله البشر يعني وجدت أنه لا زال الشعب السوداني بخير، وهو نفس الشعب الحنين اللي قابل هو الشباش رغم ما يعاني هو، وأنا في المدة اللي جيت فيها ما رأيت إلا كله بشاشة ومودة ومعاملة طيبة من كل السودانيين على مختلف مشاربهم، وبالتالي يعني شعب السوداني بخير ويستحق أن الناس يعني من أجلهم يضحوا بكل غالي ونفيس عشان يسعدهم. طيب في الشهر ده انا قصدت انه الحوار ده يكون في نهاية شهر، يعني انت الان عندك شهر وبإذن الله لما نبث الحلقة دي انت بتكون متوجه الى بوتسوانا ومنها بتمشي الى لندن، ونتمنى انك تكون جاي راجع تستغير معنا نهاية ان شاء الله. والله حقيقة انا جيت على اساس انه يعني استقر في وطني هنا واساهم مع الناس في ايجاد حلول للمشاكل اللي بنعاني منها.
في اثناء يعني انا امبارح زرت بيتك العامر وسعدت جدا يعني انه البيت رغم انه يعني انا بعلم انه اولادك كانوا في فتره غيابك بيجوا زوجتك طال الله عمرها يعني الزوجه الباره جدا برضو انا مره اتذكر يعني في قمه يعني تأزم علاقتكم انتو مع كحكومة ومعارضة وكذا قابلتها في مطار الخرطوم وكذا يعني فالحركة كانت ماشية لكن لما يجي سيد البيت البيت بيكون عندي رونق كبير فأنا سعيدة جدا وشفت ده شفت غرصة بتاعت كراسي كثيرة معناه وفود ووفود ووفود من خلال ما استمعت له من تقارير ودي بتكون تقارير صادقة جدا سمعت شنو قالوا شنو الناس والله سمعت ترحيب بالعودة والتفاؤل بأنه يعني وجودي قد يساهم في إيجاد حلول لبعض القضايا المستعصية هذا اللي مسته يعني طيب أنه في تفاؤل في دارفور قالوا لك شنو يعني في دارفور ناس أولاد دارفور جب قولوا شنو يعني والله أولاد دارفور أنا بفتكر أنه دارفور اللي محتاجين له هو أنه يعني تكون الدولة مستعدة تحاورهم بالمنطق ويعني تسألهم عاوزين شنو وهم كمان لازم يكونوا صريحين يقولوا عاوزين شنو بالضبط وبعدين نحن حنساعد في تلين المواقف طيب نحن كده نبدأ بحاجاتك اللي قلتها أنا جبتها قبل شوية اللي أنت تنبأت بها دي انت اتنبأت بانه الجنوب ده بينفصل والان الجنوب انفصل انت تلقيت نبع الانفصال ده كيف وانت سردت هنا في الحاجة اللي زعناها قبل شوية دي كيف قرنج لاقاك وكيف في لندن زاغ منك ما لاقاك والحوار الدار بينكم دار عشان اعمل لك يعني بفرش يعني نشف الذاكرة فانت تلقيت انفصال الجنوب ده كيف والله انا تأسفت لانفصال الجنوب وكنت بفكر ان دكتور جون يعني ما كان انفصالي لكن عاوز انه الناس من وين يا سيد دريد جبت كلمه ما انفصالي دي هو قال لك ولا تلمستها بخبرتك من وين انا تلمست من خبرتي دكتور جون كان عاوز اعتراف بالتباين الموجود بين السودانيين في العادات وفي التقاليد وفي أشكالهم وفي ثقافاتهم وفي حضاراتهم وأنهم يقبلوا بعضهم بهذا التباين الموجود ده ويستوعبوه بيقدروا يعيشوا مع بعض لكن إذا كان في ناس عاوزين يعني يتغولوا على الآخرين بحضارتهم وبثقافتهم وباتجاههم ما في حد بيقبل يعني الآن برضو في مهددات إنه الوطن برضو يتشظر ويتقسم يعني ففي ده أنت بترش نقطة والله أنا برى إنه يعني ممكن نتدارك هذا الأمر بالعبر من التاريخ بأنه نحن إذا أخطأنا الإنسان بصحيح خطأه والاعتراف بالذنب فضيلة إنه نحن أخطأنا وفصلنا الجنوب وما عاوزين كمان بقية السودان الفترة الثانية عاوزين نحافظ عليه ونعيد الجنوب كمان تفتكر يعني نحن الحوار ده أهميته فيه جانب التوثيق وفيه خبرتك الطويلة 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 يعني تفتكر الجنوب ده ممكن يعود ثاني ممكن كيف ممكن إذا الناس يعترفوا أن الجنوبيين عندهم خصوصية زي ما ربنا بيقول الناس خلقناهم من ذكر وانثى وجعلناهم شعوب وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الجنوبيين ديل يعني الليل الجنوبي لو تشوفه في الشارع بتعرف انه رجل من الجنوب بشرط داكنة شوية شعره مخلفل ومجعات اكتر من نحن الشماليين ديل رغم انه كمان الغرباوي بيختلف من الشمالي والشمالي بيختلف من الجنوبي والشرقي وكده لكن الجنوبيين ديل بيختلفوا من كل السودانيين ويعني واضحين فنحن بنعرف انه ده الواقع والواقع نحن نعترف به ونقبلهم
بأنه الإنسان هو الإنسان وكرمه الله ونحن لازم نكرمه. طيب أنت من خلالك كقائد سياسي كبير بالتأكيد عندك صداقات معاهم وعندك اتصالات بهم وبتلتقي بهم برا في أوروبا أو في أفريقيا أو في جولاتك دي، هل اتناقشت معاهم تلمست إنه ممكن يكون في استعداد لحاجة زي دي؟ والله أنا بفتكر أنه الإنسان بطبيعته منطقي، والإنسان يعني برضو في طبيعته يعفو الأفوات إذا كان الإنسان يعني طوب النصوحة. فأفتكر العبرة أننا نحن شماليين، العبرة عندنا نحن أننا نحن لازم أخواننا الجنوبيين نعترف أنهم هم يختلفوا عننا، وربنا جعلنا شعوب وقبائل، وإذا عرفنا إذا قبلنا التباين ده واحترمناهم لأنهم بروا بشر زينا، والبشر ربنا كرمهم بني آدم وحمله في البر والبحر وخلاه يعني يكون مميز من الحيوان الآخر. طيب ما حسهم طبعا عملوا دولة، والآن المسألة دي غايته الناس يخلوها للتاريخ يعني أو للسنوات، أنا غايته شايف جيلنا ده كده ما أظنه يحصل وحدة ثانية، على كل حد التحليل أنا شخصي، لكن تبع خبرتك الطويلة هي دي آمال. ولكن نحن طيب حتى ولو هم مشوا خلاص بقوا دولة، زمان وانت في حوارك المعانا ده قبل شوية انت كنت طارح الفيدرالية، يعني انت في كلامك اللي قلت لنا قبل شوية جبناه ده انت قلت انك انت ناس الانغاز ديل قصة الفيدرالية دي هي شالوها من اطروحاتك لكن ما طبقوها صح. قلت جون جرن كان جاري ورا الكونفدرالية. طيب تفتكر هل ممكن تكون في كونفدرالية او تصورك للعلاقة بيننا كدولتين شنو؟ نصايحك شنو يعني؟ انا بفتكر انه الدولتين نعترف انه الجنوبيين ديل يعني ربنا خلقهم. نعم. بشكلهم ده وبهياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ونحن بعاداتنا وتقاليدنا، نحن في الشمال مسلمين في الجنوب في بعض مسلمين وبعض منهم مسلمين، نقبل الواقع ده ونترك الإنسان في حاله بنتعايش، ويكون الاحترام متبادل بيناتنا على الأساس ده بينك ده. طيب نمشي ننتقل لدارفور، يعني انا استطيع اقول انت نزرت عمرك كله من اجل هذه القضيه باشكال مختلفه جدا. نجي جوا، يعني في ناس من اولاد دارفور حاكمين جوا، وعدد الغالبيه الكبرى يعني سواء كانوا في معسكرات النزوح او سواء كانوا في المؤتمر الوطني او سواء كانوا في المعارضه او سواء كانوا في الاحزاب ايا كانت في الداخل. رؤيتك للناس ديل شنو انت؟ يعني انت يعني في ناس بيفتكرون ديل باعوا القضيه، ديل حبوا السلطه وباعوا قضيه اهلهم، انت بتعين لك كيف؟ والله انا بنظر لهم انه في ما كل الناس، يعني في بعض الناس بيكونوا استمروا السلطه وقعدوا فيها ومستمتعين بها، وفي بعض الناس بيفتكروا انه هم يعني السلطه دي ما بتغريهم، وانه لا زال في دارفور الناس بيحتاجوا انه يعني يعني ينالوا حقوقهم زي ما انا قلتها حسي، انه الاحترام المتبادل والقبول بالاخر المتبادل ده همجي. طيب نرجع نطلع برا، برضو في المقابل برا بالنسبه لناس دارفور عندنا مجموعه حامله للسلاح ما زالت حتى الان، وابترى انه الطريقه الوحيده هو البندقيه دي، وبل طورت المساله لانها دخلت مع المناطق الثانيه كان جبال النوبه او كان النيل الازرق وعملوا الجبهه الثوريه. انت كان عندك معهم خلافات وهم بيفتكروك يعني انت ما حملت السلاح وكذا وكذا، فدير انت بتنظر لهم كيف؟ والله انا حملت السلاح وكنت في التجمع الوطني الديمقراطي. نعم. وكنت في المعارضه. نعم. ومعي اتحاد جبل النوبة ومعي جنوبيين جونجران وكلنا حملنا السلاح مع بعض،
لانه نحن كنا بنقول انه في قضيه والقضيه بالابعاد اللي ذكرتها انا دي والناس ما زين يعترفوا بها انه في يعني السودان ده فيه تباين عرقي وتباين ديني وتباين في العادات والتقاليد لازم يتربيه. واحسن نظام للحكم فيه هو الحكم الفدرالي لانه بده كل مجموعه انهم يعني يديروا شؤونهم بالطريقه اللي براهم في نطاق السودان الموحد. ده كان رايي انا. عشان كده لما اقترحت الفدراليه كنت بقترح انه الناس يعني عاوزين انه يكونوا محترمين في بلدهم ومعززين ومكرمين وفي تبادل مشترك للاحترام ده وقبول مشترك للتباين الموجود بيناتهم ده بيعيشوا مع بعض. طيب ما بتفتكر انه جرت محاولات كثيره جدا كده؟ نبدا بابوجه مثلا. انت ابوجه دي كان رايك فيها شنو؟ والله يعني ابويا ونيافاشا والحتت دي كلها يعني برضو احنا دخلنا ايديولوجيه كمان في 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 الراي. يعني انا بفتكر انه موضوع الايديولوجيه هي اللي عمقت الموضوع. انا بفتكر الشيوعيه ما كلنا شيوعيين ولا كلنا جبهجيه. السودانيين فيهم ناس يعني لا دينيين وفي ناس دينيين وما جبهجية. وبالتالي نقبل الإنسان اللي بينه وبين ربه ده شيء شخصي بالنسبة له. وما في دولة بتفرض حاجة على الإنسان. يعني الجنة والنار أهو ده. يعني في الواحد اللي تعلم وقرأ بيقدر بيعرف أنه يعني من يعمل مثقال ذرة يرى ومن يعمل مثقال ذرة يرى. فخلاص خلي الانسان ربنا خيره. الانسان مخير ما مسير. وبالتالي الانسان يترك يختار الدين اللي عاوزه. انت بتتكلم عن العلمانيه يعني هل الناس يطبقوا نظام علماني؟ تكلم عن ده؟ ما علمانيه دي كلمات. يعني اختار الدين. يعني المسيحي ما علماني. والمسلم ما علماني. علماني ده الشخص اللي ما عنده دين. طيب الناس يخلوا الدولة ما عندها دين مثلا؟ الدولة ما عندها دين، الدولة ما بتمشي ما بتمشي الجامع ولا تمشي كنيسة. ما ده الكلام اللي كان بيقوله قرن. لكن برضو غالبية أهل السودان مسلمين. أي. ودايرين حكم إسلامي. ما إذا كان الغالبية عاوزة حكم إسلامي في أقليات ما حكم إسلامي. في القانون انت في القانون في القانون ممكن توفر لها حاجات مثلا جدا نوفر لها الحريه ان يختار الدين اللي عاوزه ويتعبد. يعني زمان السودان فيه كنائس. الناس مش الدار يمشي الكنيسه يمشي الدار يمشي الجامع يمشي. لكن اول ما تطرفنا وعاوزين كل الناس يمشوا بس الجوامع ما يمشوا الكنائس ظهرت المشكلة. طبعا ده الان سيدريت يعني انت حاسة في جيتك الان مثلا في جيتك الان وجيت وشفت وقابلت ناس وجو ناس بالتاكيد والنسوق وحكوا لك هل في ناس حكوا لك انه مثلا ما بخلوهم يمارسوا اديانهم؟ وانا متاكد معظم الناس اللي بيجوك بيكونوا مسلمين يعني. يعني دارفور دي ما كلهم مسلمين يعني كلهم فهل في ناس شكوا لك من حاجه زي دي؟ دارفور شكوا من الظلم المادي ظروف المعيشية كيف من يا تزاوية؟ يعني أنه يعني دارفور المشاريع الاقتصادية اللي عملت فيها أقل ما مستواهم. بينما دارفور غنية فيها ثروة حيوانية وفيها مياه وفيها أمطار وفيها كل شيء. وبالتالي بيفتكروا أن الحكومة ما اهتمت بها ما اهتمت بهم. طيب ما جرت محاولات. طيب قلنا ابوجا في اتفاقيه الدوحه الاتفاقيات دي كلها ما نافعه؟ والله الاتفاقيات دي الواحد ما بيتكلم عن اتفاقيه المحتوى شنو في الاتفاقيه؟ هل حقق ليهم الاشياء اللي هم بيطلعوا عليها؟
كان الانسان بيطلع على شيء انه حياته تتحسن وتبقى احسن. هل حسنت حياته؟ بيقولوا هي ما حسنت حياته من الاتفاقية ده، عشان كده ما هم ما عايزين. وده رايك انت برضه؟ وانا بفتكر برضه كده الحبيب. طيب. نطلع من القصه دي كيف؟ حسن الجنوبي نطلع منها بانه نرجع للصواب. نرجع للصواب كيف؟ نرجع للصواب بانه نحن الانسان ده ربنا خيره وما سيره، يعني اعطاه الخيار ان يختار. اللي اختار المسيحيه اختار دين سماوي، اللي اختار الاسلام دين سماوي، ويساووا في كل شيء في العقول وفي الواجبات. ما يقولوا ده افضل لانه منتمي للدين الفلاني بس. لكن طبعا دي ما حاجه ما بتخص اهل دارفور بس، دي بتخط اهل السودان كلهم يعني. فنحن عشان لو دايرين نقول زي دريك ده داير يدي وصفه كده، نعالج القصه دي كيف؟ انت عندك نعالج، لانه اهل دارفور اغلب مسلمين ما عدا منطقه كافيه كينجي، ودي فيها نزاع حصل غير، واغلبهم مسلمين ما عندهم مشكله مع الاسلام. وبل بعض الناس بيشتكوا بيقول لهم دارفور دول هم يعني مسلمين وجبهجيه اكثرهم، وبالتالي يعني هي ما مشكله دارفور، هي مشكله عامه ومفروض ننظر لها نظره بالشكل ده. المشاهدون الكرام، نواصل حوارنا مع السيد أحمد إبراهيم دريج، ونحن بنشكره على تكبده المشاق وحضوره لنا هنا في الاستوديو وإجاباته على أسئلتنا. وزي ما قلنا دي كلمته للتاريخ بعد تجربة في العمل السياسي، تجربة طويلة طويلة طويلة. سيد دريج، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن قضية دارفور. قضية دارفور سيد دريك طالت وامتدت، وكل الناس بيأملوا انها تنتهي، وبنأمل اهل الحكمة زيكم واهل التجربة يساهموا فيها. فلو قلت لك وجه رسالة من السيد دريك للحكومة وللحاملين السلاح ولأولاد دارفور عامة، بتقول لهم شنو؟ اقول لهم اول شيء يخلوا اهل دارفور ذاتهم يوجهوا مطالبهم، يعني يوحلوا مطالبهم، عاوزين شنو؟ لانه دلوقتي الحركات الموجوده بتتكلم عن اشياء مختلفه، يعني يكون في حوار بين الحركات نفسها، يوحدوا رؤيتهم انه عاوزين شنو في دارفور. ده حيسهل الحوار بين الحكومه وبين الحركات، لان الحكومه يكون عندها موقف موحد، اصل موحد، والحركات ده موجود موحد، وبعد ده في اخذ وعطاء ويحصل نتيجه. لكن اذا كان الحركات بمطالب مختلفه يسمعوا يستمعوا لمنو؟ وبتقول للحكومه شنو؟ الحكومه انها هي تستمع وتشوف المصلحه العامه، لانه الحرب يعني ما فيش تنميه والناس في حالة حرب، فما من صالحها مهما تعمل يعني تبني من هيني وتتكسر من هيني، لأنه في حرب، الحرب مدمرة. فالحكومة عاوزة استقرار وعاوزة سلام وعاوزة تعمير، ومن غير سلام ما فيش تعمير، لأنه اللي بيعمروا يكسروا. طيب، وبتقول لأهلك أهل دارفور البسيطين اللي بيسمعوك حسه كان في معسكرات نزوع أو في معسكرات لجوء في دول الجوار، دريج ولدهم دريج، بيقول لهم شنو من جوا الخرطوم؟ أنا بقول لهم أنه يا أخواننا نحن حقه نجتمع كحركات، لا المواطنين العاديين، الحركات ديل المواطنين العاديين ديل أنه يسألوا الحركات دي عاوزة شنو؟ لا هم، لكن ما الحركات دي برا في ناس جوا، الناس الجوا اللي قاعدين جوا ديل، الجوا ديل، ما هم الحركات ذاته بغزية منهم الناس الجوا ديل، ما الحركات ذاتها بتاخذ
العناصر اللي بتحاري وشال البندقية دي من الناس الجوا، وبرضو هم اللي بأكلوا الحركات دي، فهم ممكن يضغطوا على الحركات انه يوحدوا رؤيتهم عايزين شنو لدارفور، ويتفقوا الحركات والمواطنين في انه عايزين شنو لدارفور. انت ما حاولت زمان زي ده؟ ما حاولت توحد الحركات دي او تسألهم تقول لهم دارين شنو؟ ما حصل؟ والله انا حاولت، لكن الزمن داك الحركات يعني كانت جديده، وكل حركه معتزه بنفسها، وما في طريقه، وفي النيافاشا وفي الحركه الجابوجا والدوحه كلها كانت عشان توحد الرؤيه، ما امكن. لكن دلوقتي الناس يعني بيشعروا بانهم يعني مرهقين، دلوقتي الوقت المناسب للوصول الى النتيجه. تفتكر ده وقت مناسب انه الناس نعم ممكن يحلوا المشكلة؟ نعم. طيب لو حاولنا نطلع لمشاكل السودان ككل، يعني قضيتنا يعني ما دارفور بس، يعني السودان لسه عنده مشاكل، في حرب لسه قائمة في جنوب كردفان، وفي حرب في النيل الازرق، في تململ يعني برضو. فده انت بد والله انا رأيي ان الحرب انه يكون في مشورة بين كل الناس، يعني الكردفان يعني معروفين، وناس دارفور معروفين، وناس والبية معروفين، والجنوبيين معروفين. الجنوبيين ديل ما مشوا خلاص؟ لما مشوا ما بيرجعوا، اذا لقوا حقهم بيرجعوا يعني. لكن لقوا دولتهم بس الدريج وخلاص ثاني ما، والله في احتمال يرجعوا، لانه برضه دولتهم دي مع السودان مكمل لبعضه، انا في رايي مكمل لبعضه، وان الجنوب ما ممكن يستغني من الشمال، ولا الشمال يستغني من الجنوب. الجنوب عنده البترول، والجنوب عنده الاداره والفكر والغنى، فبيحتاجوا للاثنين. لكن طيب كيف نقدر نجمع اهل السودان ديل على حاجه واحده؟ كيف يعني نجمعهم بالراي بس، انه يعني يكون في حكومه مستمعة مستعدة تسمع للناس، ويعيوا الناس كلهم ويقولوا رأيهم. طيب الحكومة بتقول إنها هي بتسمع رأي الناس، بس الناس بيقولوا لا ما عايزين. أنا ما أعرف كيف الآلية شنو؟ أنت رأيك الآلية شنو؟ الآلية هي الحركات الموجودة دي. لكن الحركات دي في 50 60 70 حركة. ما بلاش. ممكن برضو، ممكن الحركات دي كلها الناس يسألوها انتوا عايزين شنو، لكن انت تسأل حركة تتفق معها، بعد شوية الحركة دي تتقسم لأربع حركات، تفاوض منه. والله يا أخي ما في طموحات شخصية، الطموحات الشخصية دي الناس ممكن يتجاهلوها. الآن يفترض بعد فترة قصيرة جدا تقوم انتخابات، بدعاية للانتخابات دي كيف انت؟ والله الانتخابات دي بالمزايدات ما حتجيب نتيجه. اول شيء المعارضه دارت قاطع، قالت ما بتخش. خلاص اذا تكون الانتخابات برضه موتوره. الحكومه بتقول عندها استحقاقات، لازم الانتخابات دي تقوم في مواعيدها وفقا للدستور الانتقالي شاركت فيه بقيه الاحزاب، وانه اذا الانتخابات دي ما قامت بيحصل فراغ، واذا حصل فراغ بيحصل عدم استقرار والمنطقه كلها. دي الحكومه بتقول كده، المعارضه بتقول والله ما بنخش في 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 حكومه، دي دوله الحزب الواعد. اذا هنا يحلوها كيف؟ بيحلوها بانه الحكومه والمعارضه تجلس ثاني مره ويفهموا مع بعض، انه اذا ما وصلوا لاتفاقهم ما حيحلوا مشكلة. الناس إذا حبوا يجلسوا مع بعض وعندهم المنطق بيقدروا يحلوا مشاكل. طيب الانتخابات قامت بالشكل ده، هنجي ممكن نعيد إنتاج الأزمة الحالية، ممكن تحصل حاجات كثيرة جدا، كيف نحن نحافظ على سوداننا ده موحد؟ كيف نحافظ عليه يعني مستقر؟ وانت كيف تابعت يعني، انت الان كيف بتتابع الاضطرابات في العالم؟ يعني كيف شوف الاضطرابات في المنطقه حولنا وفي العالم دي، بتقراها كيف انت؟ هاي لا كيف الاضطرابات في العالم
نتيجة للانقسام في العالم على أساس فكري. العالم مقسوم ما بين الرأسمالية وبين الشيوعية، ودين نقيضين. لكن الشيوعية دي ما حاسة كده انحسروا يعني، ما زي زمان كده برضي مكان دي ما في 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 عنده مقولة عسكرية. نعم. بدأ مقولة عسكرية في بيفرض إرادتهم. الإنسان في أي مكان موجود يكون عنده الحرية أنه يقول رأيه بصراحة ويستشار في كل صغيرة وكبيرة. هذا الإنسان ربنا كرمه. يعني أنت بتفتكر برضو الصراع الأيديولوجي برا هو الحسف وراء الاضطراب في العالم ده، ونحن عشان نتقي شروره لازم نعالج قضايانا سواء كانت في التباين او كذا. بالضبط بالضبط. او كذا او بالضبط. لانه ما 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 في حد يتدخل ويستغل وضع موجود. طيب كلمة أخيرة، يعني أنا عايزك تقول كلمة أخيرة من السيد دريج لأهل السودان اللي بيسمعوه الآن، وأنت حتغادر بعد تسجيل الحلقة دي يمكن بيوم او يومين. هتمشي وين انت من هنا؟ انا من هنا امشي بوتسوانا عشان اشوف احفادي واولادي هناك. نعم. ومنها هتمشي انجلترا وحتجي راجع ان شاء الله. نعم. بالسلامه. يمكن الوقت ذاك الانتخابات تكون دامت وحتجي تلقى يمكن يعني ما تقوم كوه. لا ما ان شاء الله ده طبعا يعني ما تقوم ده الا اذا حصل طبعا توافق حواري وكذا كده. بتقول لهم شنو؟ اهل السودان بيقول انه نحن لازم يعني الواحد يراجع نفسه، ونتمنى من القادة، الناس قادتهم بيقتدوا بالقادة، أن القادة يعرفوا أن المواطن ده لازم يكون عنده الكلمة النهائية، ولازم يستشار في كل صغيرة وكبيرة، وما يفرض عليه مصالحهم، يشوفوا الناس عاوزين شنو. بس نعم. المشاهدون الكرام، هذه يعني جلسة احنا اقتطعناها من زمن وصحت ضيفنا الكريم اللي جانا هنا في الاستوديو عشان احدثكم انتم اهل السودان وديل اهل الخبرة واهل التاريخ. في اشارات كثيرة جدا مقتضبة وردت وبليغة وردت في افاداته، كل زول ممكن يقراها كمشاهد بما يراه. لك الشكر الجزيل السيد أحمد إبراهيم دريج، وربنا إن شاء الله يديك الصحة والعافية ويجزيك خير عما قدمته لوطنك ولأهلك في السودان. المشاهدون الكرام، إلى أن نلتقي في مثل هذا الوقت الأسبوع القادم إذا مد الله في الأجال، نستودعكم الله وإلى اللقاء.